السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب تيزي وزو وعندنا صور رائعة على هذا الملعب تحت الأضواء الكاشفة. والله صور يعني تاع ملعب عالمي عالمي، رغم يعني ما قد يعاب على يعني المظهر الخارجي، لكن الملعب من الداخل والله يعني تصميم عالمي، وخاصة تحت الأضواء الكاشفة ومع قرب النهاية نتاع وضع الكراسي، شيء رهيب. الحمد لله يعني الأشغال قريب تنتهي، وخمسة في عين الحساد والغيورين، والسلام عليكم.